من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في حديث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين علياً عليه الصلاة والسلام من كتاب الكافي الشريف. يقول الإمام الصادق بعد أن ذكر مجموعة من الآيات الدالة على إمامة الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. يقول: وقال جل ذكره فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: الكتاب هو الذكر، وأهله آل محمد عليهم الصلاة والسلام. أمر الله عز وجل بسؤالهم، ولم يأمر بسؤال الجهال. وسمى الله عز وجل القرآن ذكرا فقال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذي يستنبطونه منهم. فرد الامر امر الناس الى اولي الامر منهم الذين امر بطاعتهم وبالرد اليهم. هذه مجموعه من الايات يذكرها الامام الصادق عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث الشريف، ونحن قد فصلنا فيما مضى في هذه الايات ولذلك نشير الى وجه دلالتها في هذه الحلقه بشكل مختصر في سوره النحل الله عز وجل يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون من هم اهل الذكر يلزم قبل ان نتعرف على معنى اهل الذكر أن نعرف الذكر ما هو الذكر في القرآن الكريم الذكر أطلق على القرآن القرآن هو ذكر وأطلق على رسول الله صلى الله عليه وآله قال الله سبحانه وتعالى قد أنزل الله إليكم ذكر الرسول في سورة الطلاق أنزل الله إليكم ذكراً من هو هذا الذكر؟ يبينه بقوله رسولاً لماذا؟ لأن القرآن ورسول الله صلى الله عليه واله هما حقيقة واحدة وحسب الاصطلاح الرائج وجهان لعمله واحده. الله سبحانه وتعالى خلق القرآن لهداية الناس، وأنزله لهداية الناس. كما أنه أنزل رسول الله صلى الله عليه واله مفسرا ومبينا للقرآن لهداية الناس، وإلا كما مر سابقا إن مكان الرسول صلى الله عليه واله ومكان آل بيت الرسول عليهم الصلاة والسلام مكانهم الطبيعي في أعلى عليين حول العرش. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين ولكن الله سبحانه وتعالى من على الناس بأن أنزل هذه الأنوار إلى الأرض. ولذا حينما يؤدون مهمتهم ويؤدون دورهم الله سبحانه وتعالى يقبضهم اليه باختياره. فإذا كما انزل الله سبحانه وتعالى القرآن للهداية انزل الرسول للهداية. لذا القرآن ذكر والرسول ذكر. الآن نريد أن نعرف معاني القرآن. تفسير القران. تاويل القران. نراجع من؟ نريد ان نعرف السنه الصحيحه لرسول الله صلى الله عليه واله. نراجع من؟ والرسول صلى الله عليه واله يقول: كثرت علي الكذابه او الكذابه يعني الجماعه الكاذبه. كثيرا كذبوا على رسول الله صلى الله عليه واله. بحيث انه اختلط الحابل بالنابل. الآن كثير من الاسرائيليات التي حرفها الاحبار والرهبان في التوراه والانجيل، هذه تسربت الى المسلمين عبر مثل كعب الاحبار ثم بعد ذلك نسبت زورا وبهتانا الى رسول الله محمد صلى الله عليه واله، والبعض الان يتصور انها سنن الرسول ويعمل بها مع انها من وضع الاحبار والرهبان الاسرائيليات التي تسربت الى تراث المسلمين. من الذي يميز بين الصحيح والسقيم؟ بالنسبة للقرآن المجيد الآن جميع الفرق الإسلامية بلا استثناء يستدلون بالقرآن من الذي يميز الصحيح من السقيم؟ القرآن فيه ناسخ وفيه منسوخ البعض يستدل بالناسخ والبعض يستدل بالمنسوخ بالعكس يعني قلب الآية تماما وكلاهما يستدل بالقرآن المحق والمبطل القرآن فيه محكم وفيه متشابه يلزم رد المتشابه إلى المحكم تشوف البعض بالعكس يرد المحكم إلى المتشابه يعني يعتبر المحكم متشابها والمتشابه محكمة بالعكس يلزم ان يكون هناك من يكون هو الفيصل في زمان حياه الرسول صلى الله عليه واله هو الفيصل وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم حينما نزلت ايه الصلاه اقيموا الصلاه كيف يصلون؟ الرسول علمهم كيفيه الصلاه حينما نزلت ايه الصوم كيف يصومون الرسول علمهم حينما نزلت ايه الزكاه كيف يزكون الرسول صلى الله عليه واله علمهم وهكذا فالقران بحاجه الى مفسر وسنه الرسول بحاجه الى من يفصل الاباطيل عنها الله سبحانه وتعالى بعد رسول الله صلى الله عليه واله اختار اهل الرسول اقرب الناس الى الرسول صلى الله عليه واله الى ذلك، فقال: فاسالوا اهل الذكر، يعني اهل القران واهل الرسول، وبكلا المعنيين ورد تفسير هذه الآية الذكر هو القرآن، والذكر هو الرسول، وأهل الذكر هم الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، زين واحد يراجع ناس لا يعرفون معاني القران او يراجع ناس يعرفون المعاني من هو اعلم اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام مسلم في صحيحه يروي ان رسول الله قال اقضاكم علي لا يمكن ان يكون احد اقضى يعني اعرف بالقضاء الا وهو اعلم بالشريعه يطبق كبريات الشريعه على صغرياتها لان القضاء شنو هو علم ومعرفه لتنفيذ ذلك العلم الامران يجتمعان هذا يصير قاضي فالاقضى هو الاعلم والأعرف بالتنفيذ. هذا فضلا عن أحاديث كثيرة متواترة بالتواتر المعنوي، بأن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام أعلم الصحابة، وما ورد أنه كلما كان يُسأل عن آية كان يجيب، لكن سائر الصحابة كانوا يخطئون أحيانا في تفسير القرآن. ويجهلون معاني بعض الكلمات وفاكهه وابّا ما كان يعلم ما هو معنى الاب. اراد ان يمنع المهر الغالي ويحدد سقفا للمهر قرات له امراه واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا فقال كل الناس أعلم منه حتى المخدرات في الحجال الله سبحانه وتعالى يقول أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى لا يهتدي إلا بالهداية واحد يهدي هذا لازم تتبعه أو تتبع الذي يهدي إلى الحق فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون زين شنو هو الذكر في هذا الحديث يفسر الذكر بالقرآن وفي حديث آخر يفسر الذكر بآل بمحمد صلى الله عليه وآله في أي آية يفسر الذكر بالقرآن مثلا في هذه الآية وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأيضا في آية أخرى: قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا. وفي آية أخرى الله عز وجل يقول: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذا الذكر أيضا في هذه الآية فسر بالقرآن الكريم في سورة الزخرف، يعني هذا القرآن لك ولقومك وسوف تسالون عن هذا القران هل عملتم به ام ضيعتموه لان رساله الرسول كانت عالميه لكن بالتدريج الله سبحانه وتعالى في البدايه امره بان ينذر عشيرته الاقربين فقال عز من قائل وانذر عشيرتك الاقربين بعد ذلك الله سبحانه وتعالى وسع الدائرة: "وإنه لذكر لك ولقومك". بعد ذلك وسع الدائرة: "لتنذر أم القرى ومن حولها". وبعد ذلك وسعها: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين". وما أرسلناك إلا كافة للناس، للناس. العموم من كلمة الناس يستفاد، وإلا كافة بمعنى المانع يمنعهم عن المحرمات، وما أرسلناك إلا كافة يعني إلا كافاً هذه صيغة مبالغة للناس، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذه آية نزلت في الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام وقد ذكرنا تفصيلها فيما مضى. آية اخرى الله عز وجل يقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. هذه في سوره النساء. اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، هل اولي الامر في هذه الآيه هم امراء السرايا؟ هم الحكام؟ هم السلاطين البعض يفسر أولي الأمر بأنه الحاكم سواء كان عادلًا أو ظالمًا، سواء سيطر على السلطة بطريقة شرعية أو بطريقة غير شرعية، ما دام سيطر على السلطة فأنت أطعه، هل يعقل؟ أن يأمر الله سبحانه وتعالى بأن تطيع إنسان فاسق قاتل زاني ويقرن إطاعته بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله هذا معقول أصلا قطع النظر عن ما سنذكره أن الآية بنفسها تدل على أن أولي الأمر هم المعصومون فقط لا غير قطع النظر عن ذلك أولي الألباب حينما يقرؤون هذه الآية. القرآن أمرنا بالتدبر. أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها؟ أمرنا بالتفكر في آياته. زين معقول واحد فاسق فاجر ينتهك الحرمات بس مجرد أنه كان عنده سلاح وبالقوة وبالقهر وبالقتل. وبالغش وبالخداع سيطر على السلطة. أنت هذا لازم تطيعه، والله يقول أنه لازم تطيعه. هل يعقل هذا الكلام يصدر من الرب سبحانه وتعالى؟ أصلاً يعقل أن يصدر من عاقل؟ أسقط النظر عن الرب الذي هو خالق العقل وهو أحكم الحاكمين. معقول؟ هذا مو معقول، واضح هذا. نعم سلاطين الجور كانوا يريدون ان يضمنوا ولاء الناس لهم او ان يضمنوا عدم مطالبه احد حقه منهم اجوا يحرفون القران ما قدروا يحرفون القران لان الله سبحانه وتعالى حفظ القران فجاءوا لتحريف معاني القران زين نجي الى نفس الايه اطيعوا الله اطاعه مطلقه ما قيدها بشيء ثم يقول اطيعوا الرسول اطاعه مطلقه هذا الدليل على عصمه الرسول لانه اذا واحد اخطا او لا مو اخطا عصى امرك بمعصيه الله انت تطيعه لو تطيع الله سبحانه وتعالى إذا تطيع الله سبحانه وتعالى فقد خالفته إذا تطيعه فقد خالفت الله صار تناقض في الآية إذا مو هو معصوم أما إذا كان معصوما فما كنت تناقض في الآية لأن قوله صحيح مئة في المئة دائما ليس فيه خطأ وليس فيه عصيان إذا أطعته فقد أطعت الله كما قال سبحانه وتعالى: "ومن يطع الرسول فقد أطاع الله". زين نجي إلى أولي الأمر. الذين هم الله سبحانه وتعالى جعل لهم الأمر، أمر الناس. السلطة على الناس، وغير السلطة. هؤلاء يجب عليك أن تطيعهم إطاعة مطلقة، نعم، هذا معنى ذلك أنهم معصومون. لا يخطئون ولا يعصون ولا يامرونك بشيء خلاف امر الله لا بالخطا ولا بالعصيان فاذا اطعتهم فقد اطعت الله سبحانه وتعالى فلذلك نفس الايه الايه بنفسها تدل على عصمه اولي الامر زين ناتي الى المسلمين بعد الرسول صلى الله عليه واله من هو المعصوم هناك اجماع من جميع المسلمين ان ابا بكر وعمر وعثمان وبني اميه وبني العباس وسائر الحكام من بني عثمان وغيرهم لم يكونوا معصومين اجماع لا يختلف عليه اثنان من الامه فهذه الايه ليست في شانهم ولا ترتبط بهم زين هل يعقل ان هذه الايه لا مصداق لها؟ الله يامر باطاعه ناس غير موجودين اصلا، لا يعقل، لان الله لا يعبث، لا يلغو، والعياذ بالله. فاذا ينحصر الامر في الائمه من اهل البيت. هناك طوائف من المسلمين يقولون بعصمتهم. لا يوجد اجماع بعدم عصمتهم. طوائف من المسلمين يقولون بعصمتهم، فالايه تنطبق عليهم. انحصرت فيهم، ماكو غيرهم معصوم. لأن سائر الناس أكو إجماع على عدم عصمتهم فإذا هذه الآية تدل على عصمة أهل البيت وعلى وجوب إطاعتهم إذا وجب إطاعته فلا يعقل أن يكون محكوما لازم يكون حاكم يعني الله نصبه حاكما الناس لازم يطيعونه هو مو لازم يطيع أحد لأن هو أولي الأمر نعم الناس خذلوهم بايعوا غيرهم سيطر غيرهم هذا ما يغير من التشريع الالهي شيئا ابراهيم عليه الصلاه والسلام الله جعله اماما وما كان حاكما، الحاكم كان نمرود مثلا كان فرعون لكن هذا ليس معناه ان نمرود او فرعون هو اولي الامر، لا ابراهيم هو الامام كان من الله، هسه الناس رفضوه هذا من شقائهم اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وايضا في سوره النساء الله عز وجل في ايه اخرى يقول ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم كان ياتي الخبر الدعايه الاشاعه فكانوا بدون أن يعلموا صدقها من كذبها كانوا يذيعونها وحتى إذا صادقة مو كل شيء خاصة في وقت الحرب يذاع هناك أكو أسرار ترد إلى الله عن طريق الرسول صلى الله عليه وآله هو الذي يبين لك وترد إلى أولي الأمر زين من المقصود بأولي الأمر هل المقصود بأولي الأمر الحكام كان عندنا في تاريخ المسلمين حكام جهلة لا يعرفون أي طرفهم أطول وترد للأمر ما يفهم شيء وأقرأ نقرأ تاريخ المسلمين الآن نشاهد أيضا بعض الحكام هكذا في تاريخ المسلمين هكذا كانوا هذا إذا رديت إليه هذا يعلمه كلا هذه الآية تدل على أن أولي الأمر أفهم من الآخرين، أعلم من الآخرين، ومن كان هو أعلم الصحابة وأعلم المسلمين؟ كان أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فالآية تنطبق على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام حصرا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالإمام يقول فرد الأمر أمر الناس إلى أولي الأمر منهم الذين أمر بطاعتهم وبالرد إليهم تطيعه في الآية يقول شنو يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هناك بينا أن أولي الأمر المعصوم وذلك ينحصر في الأئمة من أهل البيت هنا في هذه الآية يقول: ولو ردوه إلى الرسول والى أولي الأمر منهم المذكورين في الآية السابقة، لأن الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية 95 من سورة النساء، وآية ولو ردوه إلى الرسول والى أولي الأمر منهم في الآية 83 من سورة النساء، نفس أولئك الذين أمر الله بطاعتهم وكانوا معصومين وانحصروا في الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء هم الذين عليك ان ترد اليهم الامر. هذه ايه. ايه اخرى في سوره المائده الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. يعني في علي عليه السلام وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. احنا حول هذه الآية في حلقات ماضية تكلمنا، ولكن الآن أيضاً نذكر ذلك بشكل مختصر. أول نقرأ الحديث الشريف فلما رجع رسول الله صلى الله عليه واله من حجة الوداع هذا قول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام نزل عليه جبرائيل فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين فنادى الناس فاجتمعوا وامر بسمرات فقم شوكهن السمرات جمع سمره شجره ذات اشواك يقال لها ام غيلان فقم شوكهن يعني ازيل الشوك ثم قال يا أيها الناس من وليكم وأولى بكم من أنفسكم؟ فقالوا الله ورسوله الله له الولاية بالذات والرسول له الولاية لأن الله سبحانه وتعالى جعل تلك الولاية له النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فقال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ثلاث مرات فوقعت حسكة النفاق في قلوب القوم بعض الناس كانوا يحسدون أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله كما حسدوا رسول الله صلى الله عليه وآله فأنكروا نبوته وعشرين سنة قاتلوا رسول الله واضطهدوه واضطهدوا أصحابه في مكة ثم في المدينة حسدا كانوا يعلمون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم إلى أن فتحت مكة فدخلوا في الإسلام لم يجبرهم أحد لذلك لكنهم دخلوا وأكثرهم دخل نفاقا وبعض من دخل في الإسلام لا عن نفاق حسب الأجواء العامة لكن كان يحسد امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام، فلما رآه قد عينه الله عز وجل للامامة والخلافة، وقعت حسيكة النفاق في قلبه، الحسكة شوك صلب، هذا يسمى حسكة، استعير للضغن في الصدر، فوقعت حسكة النفاق. في قلوب القوم وقالوا ما انزل الله جل ذكره هذا على محمد قط، لان هذا النفاق والحسد سبب ان ينكر ان الله سبحانه وتعالى انزل ذلك. احدهم جاء الى رسول الله صلى الله عليه واله فقال له يا محمد هذا من الله او منك. فالرسول قال هذا من الله. الامر ليس بيدي الله اختار ذلك فقال اللهم ان كان هذا هو الحق فامطر علينا حجاره من السماء فنزلت الايه سال سائل بعذاب الواقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج وفي ايه اخرى واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. ما انزل الله جل ذكره على محمد هذا على محمد قط. ثم قالوا انه هذا من الرسول لان هذا ابن عمه وصهره ونسيبه يريد يرفعه وما يريد الا ان يرفع بضبع ابن عمه الضبع العضد كلها تسمى ضبع البعض أنفسر بالأوت كذا لأن رسول الله أخذ يد علي عليه السلام ورفعه مو فقط كلام وإنما أيضا أهراهم حركة لأن الإنسان قد يسمع شيئا وقد يرى شيئا ثبت في العلم الحديث أيضا هذا أمر وجداني أيضا أن الإنسان المرئيات تسجل في ذهنه ولا ينساها كالمسموعات المسموعات شوية أسرع في النسيان وحسب ما يقول بعض الأطباء وقرأت في تقرير أنه الخلايا اللي هي في أذن الإنسان الخلايا السمعية أقل من الخلايا البصرية وهذا هو سبب أن الإنسان الشيء الذي يراه أبطأ ينسى من الشيء اللي يسمعه فإذا جمع بين قولي والفعل هذا يثبت في الذهن اكثر فلذا رسول الله صلى الله عليه واله لم يقل فقط من كنت مولاه فهذا علي مولاه ما قال هذا فحسب لا حتى اضاف اليه ايضا حركه عمليه يشوفوها رفع بيد علي عليه الصلاه والسلام حتى هذا يسجل في اذهانهم وتتم الحجه عليهم جميعا ثم لهذا الحديث تتم نتركه في حلقة إلى حلقة قادمة هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.